على خطى ألداننا الأمان، نمضي إلى المطار ومثلهم نبكي بكل ساعي لتعمر القطار، على خطى ألداننا الأمان، نمضي إلى المطار ومثلهم نبكي بكل ساعي لتعمر القطار. نحب نرحب بكل الإخوة الصحفيين وكل ضيوف الكشافة التونسية. نحب نرحب بصفة خاصة بالبريد التونسي اللي يحضر معنا اليوم وكل الصحفيين اللي يمثلوا الوسائل الإعلامية. نحب نرحب بسيد حامد الصغري الوزير الأسبق وأحد رواد الحركة الكشفية في تونس، القائد محمد الجري قائد قسم الرواد والأحباء، والسيدة الممثلة عن البريد التونسي الأخ القائد العام أسلم، مرحبا بك ومرحبا بالقائد وحيد العبيدي رئيس المجلس الأعلى للكشافة التونسية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الكشافة التونسية تحتفل بانطلاق تسعينية المنظمة، تسعينية الحركة الكشفية بتونس. إذا كان نلخصوها احنا فخورين يعني بانتمائنا للحركة هذه اللي هي كانت لعبت دور كبير، يعني المؤسسون يعني لعبوا دور كبير في استقلال تونس، يعني في مرحلة الكفاح كانوا لعبوا دور سواء كان في الكفاح المسلح أو في عملية الإسناد من طرف الكشافة. ثم بعد في بناء الدولة الحديثة الكشافة أهدت إطاراتها للدولة التونسية، وكانوا أغلب الوزراء والولاة والمعتمدين والمسؤولين كانوا من الكشافة التونسية. ثم قمنا بدور كذلك بعد في تنمية المجتمع، يعني شنو تنمية المجتمع؟ الكشافة لابد أن حركة تطوعية، لابد أن تقدم خدمة للإنسانية وللمجتمع في عديد المجالات، في المجال الصحي، في المجال البيئي، في مجال التربية، في عديد المجالات، وهنا إذا كان معناها المعطيات موجودة. كان الكشافة كيف عندها فضل كبير برشا في الإشعاع وفي تلميع صورة تونس في الخارج والترويج إلى تونس، لأنها حازت أهم المناصب العالمية. ما فماش منصب مخفينات بخذتوش الكشافة التونسية في العالم، وكذلك تواجدنا واستضفنا أهم التظاهرات العالمية، وأخص بالذكر المؤتمر العالمي للحركة الكشفية في سنة 2005. سعيد اليوم بإعلان انطلاق الاحتفالات بتسعينية المنظمة الكشفية، هذه المنظمة العريقة اللي تم أحداثها يوم 3 مارس 1933 في تونس كجمعية تونسية تحت الاستعمار، ومنذ سنة 56 ولات اسمها المنظمة الكشفية التونسية ولا منظمة كشافة تونسية حسب ما هو معروفة به. الكشافة التونسية هي أم الجمعيات، احنا نقول يظهر لي ثانية أو ثالث جمعية بعد بعض الجمعيات الكرة، احنا أقدم جمعية اللي تشتغل على الشباب، وهي جمعية شبابية تاريخها كبير، شاركت في تحرير البلاد، شاركت في الحركة الوطنية، وبعد الاستقلال شاركت في بناء الدولة الحديثة، وساهمت في مد الدولة بالعديد من الإطارات اللي كانوا قيادات تكونوا في الحقل الكشفي، وما شاء الله ملاو أماكنهم في جميع الميادين اللي يشتغلوا عليها. إن شاء الله جمعيتنا تعيش ونحتفلوا بالذكرى مية نتاعها وتكون في أحسن حال، وهذه مناسبة باش نقدم تهانية لكل القيادات ومخارطين الكشافة التونسية، بداية من أعضاء المجلس الأعلى، أعضاء القيادة العامة، قادة الجهات الأفواج والوحدات، وكل منتسبي الحركة الكشفية وأولياء الكشافين. نستغل المناسبة هذه باش نترحموا على قائد عزيز علينا غادرنا ليلة أمس. كنا نتمنى أن يكون يبدأ معنا أفراحنا وعيدنا، لكن قدر الله ما شاء فعل. القائد منتظر بن مرزوق في ذمة الله، ربي يرحم القائد منتظر مرزوق، المدير التنفيذي السابق للكشافة التونسية ومدير البرامج السابق بالإقليم العربي.